غادي كنعيشوا الدوره الاولى ديال المعرض الدولي ديال التواصل وتنظيم التظاهرات. هذا المعرض اللي كيشوف اليوم واحد المشاركه ديال 50 شركه مغربيه اللي شاركين فيه واللي زينوا هاد التظاهرات. تقريبا كان المعرض على واحد الرواق ديال 3000 متر مربع اللي كل واحد على اخر التقنيات اللي كاينه، وهذا الشيء غادي يمنح جميع المشتغلين في القطاع باش يمكن لهم يطوروا اي تظاهره يمكن لها تنظم في المغرب. والحمد لله الشركات المغربيه عندها واحد دابا صدفة تنظيم يعني على المستوى الدولي، لان نظمنا لا كوب 22، نظمنا لا كاف، نظمنا تظاهرات من الحجم الكبير. دونك المغرب، ولكن هاد التظاهرات ضروري بهاد الفاعلين في هاد القطاع، وهاد الفاعلين اليوم كيقدموا اخر ما عندهم باش يمكن لهم يستقطوا كذلك تظاهرات اكبر من هادشي ان شاء الله باذن الله. وهاد التظاهرة ان شاء الله من 23 يناير بالمعرض الدولي للدار البيضاء، وكننتظروا جميع الفاعلين بالقطاع باش يزورونا. جينا للمعرض على اساس انه نبينوا اخر تقنيات السمعيه البصريه في هذا الميدان، وحنا فرحانين لانه على طريقه هذا المعرض كان يمكن لينا نربطوا اتصالات مع الاخوه اللي في الميدان اولا، ونعرفوا اكثر بالشركه ديالنا والعمل ديالها. ومن خلال هذا المعرض بصراحه بطريقة عفوية أنه تقرر باش نخلقه واحد فيدرالية وطنية نتاع الشركات المختصين في المهام اللي عندها علاقة بالتنظيم، والهدف هو تعريف هذه الشركات وتنظيمها أكثر لتفادي التهميش. هذا من جهة، يعني هذا حفل مهم، ونتمنى على طريقة الفيدرالية أنه نخلقوا فرص تواصل وفرص اللي يمكننا نطوروا أكثر وننظموا أكثر. الشركة ديالنا تتشارك في هذا الايفنت اكسبو المسمى ديالو في إطار أنها تحاول تبوستي النوتوريتي ديالها. Normalement, on est en société qui donne des solutions d'imprimerie, principalement. Mais je suis là pour nous rencontrer avec les gens qui, comme nous disons, sont des clients potentiels que nous avons, nous travaillons avec eux. Parce que, comme nous connaissons les agences de communication, ils ont des supports d'impression pour faire des gadgets personnalisés, ce qu'on appelle les goodies. دونك دون سو سونس حنا وفي هاد لابيست هادي قررنا اننا نشاركوا باش نوسعوا المجالات اللي تخدم فيهم الشركه ديالنا، وبيان ايفيدامون يكونوا عندنا علاقات مع شركات اخرى اللي ممكن نخدموا معاهم مستقبلا.